بدك شيء يا ابو؟ دعينا يا رب. يلا بايس الذيب يلا. ها اليوم ان شاء الله بدنا نغزي عليهم غزو ام المليون ان شاء الله. يلا توكلنا على الله. هاي بحيرة قديران مقابلنا المنصورة. طبعا احنا رايحين على مكان يبعد شي 1 كيلو تقريبا بايسة، شي 1 كيلو، 1 كيلو اكثر من 1 كيلو. طبعا احنا نختصر المسافة، نروح بس سفينة ما نروح سباحة عشان نحتفظ بالطاقة، نوفر الطاقة. يعني اذا بدي اروح سباحة غادي غادي اقوسك شزل وارجع. ابدا ما اصيد شي، ما استفدت ولا عيني. هلا اوصل خالص مخلص هاك البطاطا السود يا احلاك هالمية. تحس تركض ركض على وجه المي. خلاص خبيت لي حالك مزبوط ابو عيسى؟ اني خالص ان شاء الله تمام. مو امور جبت ميه؟ اي اي تمام. تعرف انت غادي يجوز نطول، يجوز يجوز رب العالمين يرزقنا نطول غادي ما تعرف. خلينا نلقى رزق باذن الله. خلينا نلقى رزق ان شاء الله. انت مو متوكل على الله؟ ان شاء الله. خالص خلينا نجيب ان شاء الله الصبر والدلالات بإذن الله. ابو عيسى مطولين تنوصل؟ ان شاء الله. يلا طالعين نفكرنا كالاهليه لانه ايه ابو عيسى ايه الفايكنج الغزاة شلون نزلت لك عليهم مثل الصاعقات المرعبات؟ صواب غفله. ها خليني بس نوصل نشوف ال السمك. هاي الحالة طبعا بس ما نقدر نتحرك من مكاننا لأن الشوفير قال راح يتحرك من مكانه. هاي وصلنا بخير وسلامة. ها؟ لا ماني حاجة. هذا حط الفل. شيل الأرض. هاي الحالة بس من فوق الثلج متذكر. لا على السلامة. هيا جيب الحامة الثانية حطها هنا بدنا نوزعها بين الحامات. ما بي بدنا نوزع هنا وهنا على الطريق كل شيء ناخذ. صورنا Thank you.
26 كل الكرب ما في ولا بنية. الحمد لله قبل ما ننزل ما بيفر ما بي الله على وين نزلت هاي هاي نزلت 4 ساعات نزلت 4 ساعات بس طلعت سويت هبوط اضطراري